أصحاب المعالي، أصحاب السمو، أصحاب السعادة، إن مبعث قلقنا المتزايد يكمن أيضاً في تواصل الأزمات السياسية والأمنية في بعض الأقطار العربية الجريحة، وظهور بؤر توتر أخرى تحرم أشقاءنا من نعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار والرفاه. في هذا الإطار يشكل التردي الخطير للوضع في السودان الشقيق بتداعياته الأمنية والسياسية والأمنية مصدر انشغال كبير بالنسبة لنا. وأمام هذا الوضع بادر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بصفته الرئيس الدوري للقمة العربية بمساع لدى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد لبلورة مبادرة مشتركة تضمن وقف الاقتتال وحقن الدماء وإطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة. ومن هذا المنبر وإذ نثمن الجهود المخلصة المبذولة من طرف المملكة العربية السعودية على سبيل وقف الاقتتال وكل ما تم تحقيقه في هذا المسار، أجدد نداءنا للأشقاء في السودان من أجل الوقف الفوري للأعمال العسكرية والتحلي بروح المسؤولية حفاظاً على الأرواح والممتلكات والانخراط في مفاوضات سياسية تفضي إلى حل سلمي ينهي هذه الأزمة الخطيرة بصفة نهائية ودائمة.